بونجور، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم قناة صفاتك من اسمك، لكل اسم صفة ومعانا هتعرفوها، ومعانا اول اسم هو يلا بينا ايناس. صفات اسم ايناس: ايناس شخصية يعني رومانسية داخليا وعمليا خارجيا، يعني هي مش بتقول يعني العاطفة هي أساس الحب، لا 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 خالص ابسولوتلي. هي دايما شايفة ان الرومانسية والحب لازم بأفعال، انت بتعمل ايه عشاني؟ من الاخر بتحبني اثبت، فاهمين؟ هي ما عندهاش اللي هو ايه رومانسية كلام بقى وتعيش الجو وخلاص، لا انا مش بتاعت كده، بتحبني تعالى اتجوزني، جيب لي اعمل لي، يعني هي من نوع الحب عندها مش كلام، برهانات على طول. متواضعة، بتتكلم مع الناس كلها، ما عندهاش كبر، بتحب تتعامل مع اي حد وتبقى صديقة لكل الناس، بس مش اي حد يبقى صديقها، يعني هي مش اي حد يبقى البيستي او الكلوز قوي او معاها على طول عارف اسرارها، لا هي بتاخد بالها قوي من كل حاجة، وما بتحبش يعني ايه تقول الحاجات دايما اللي الخصوصية قوي، ما بتحبش تقولها لحد، دايما بتعمل حساب الشخص ده ممكن يغدر بيها، فهي من النوع اللي ذكية قوي في الحاجات دي. بتحب شغلها جدا جدا وبتتفوق جدا في شغلها، وفعلا من الشخصيات اللي بتحب شغلها وما بتحبش حد يبعدها عن شغلها، يعني ما اعتقدش يعني معظم اللي اسمهم الناس بيحبوا يفضلوا بيشتغلوا حتى بعد الزواج. هي شخصية بتحب عملها، بتحب تبرز نفسها، تحب تشوف ناس جديدة، تتكلم، هي شخصية اجتماعية جدا، فمش هتقبل تقعد في البيت كتير يعني. هي شخصية طيبة حبوبة كده، تتكلموا معاها تحبوها، بس هي ممكن تبقى داخليا عصبية، بس ما يبقاش على اللي بره، يبقى على اللي منها، يعني ما تتعصبش على حد غريب عنها، مش مثلا حد يكلمها تتعصب عليه، لا هي دايما ما بتعرفش تبحبح قوي او تتبين قوي شخصيتها الا مع الناس اللي منها، فممكن تتعصب على اللي منها، تزعق على اللي منها، لكن هي بتحترم قوي الناس اللي بره، ما تحبش تبين لهم شخصيتها قوي. هي مش كريمة قوي ومش بخيلة، يعني هي بتعرف قيمة القرش يعني، لان هي بتتعب فيه، فمش من نوع، ودايما بتفكر لبكرة، يعني عندها تفكير لبكرة، بس ما بتحرمش نفسها من حاجة، يعني ما بتحرمش نفسها، لو نفسها في حاجة بتجيبها، يعني هي ما بتحرمش نفسها بحاجة، لكن هي في المجمل شخصية جميلة لذيذة لذوذة. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتسيبوا اسماءكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.